السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزول في اللون استما، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. حبيباتي اللي دخلت معنا جديدا، نرحب بك حبيبتي في القناه، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديدي ان شاء الله. فيديو لنهار اليوم البنات، فيديو بزاف اللي استناوه، وكاين بزاف اللي يحبوا النباتات. هذا الفيديو لمحبي النباتات، يعني السر ديالهم كيفاش ينجحوا معكم نباتات تاعكم، وكيفاش يعني تعتنيوا بهم، وتاني ديروا لهم الاسمده الطبيعيه اللي كاين في البيت، يعني بدون ما تشرو اي اسمده. يعني كما راكم تشوفوا هنا عندي كميه تاع القشور، قشور البنان تاع الموز، ولا قشور البرتقال، وقشور التفاح. نتوما عندكم القشور اللي حبيتو القشور تاع المندرين، ولا تاع الخوخ، ولا المهم القشور تاع الفواكه، يعني مليحه بزاف بزاف للنباتات، وعندهم فيتامينات بزاف هايله للنباتات. وانتوما كي تشرو هكذا البنان تاكلوه بالصحه، ولا هنا التفاح، التشينا، هذوك القشور دائما نرميوهم بالصحه. انا دائما نستغلهم، نيبسهم كل ما نشرو يعني الفواكه، نيبس هذوك القشور كما راكم تشوفوا، كما البنان، حتى يوصل لهذا اللون، لون الكحل. والتفاح تاني شاركته معكم ديجا، قلت لكم يعني درت لكم الكونفيتور تاع التفاح اللي هو مربى التفاح، درت لكم هذاك المربى. وهذوك القشور قلت لكم في شهر مارس رايحه يعني نيبسهم، في شهر مارس رايحه نرحيهم، من بعد رايحه نديرهم النباتات التوعي. دائما نغذي انا نباتاتي بهذو القشور، ويعني بزاف ملاح، رايح يعاون النباتات تاعكم يعني ينجحوا معكم، يولوا خضوره بزاف هايلين. ودائما تسقسوني يعني سر نجاح نباتاتي، انا دائما نعتني بهم، ويعني النباتات ديالي جزء من حياتي، يعني كي لي شغل راني نربي فيهم دائما نغديهم الحوايج هكذا. ولا ما كانش كامل هادو الاسمده تقدروا يعني تعتنيوا بهم، تنحيوا لهم الحاجه اللي يابس، تنحي لهم الحاجه اللي فاسده فيهم، وتسقيهم، يعني هادو كعنايه بسيطه هكذا تعتنيوا بالنباتات تاعكم، يعني ماشي غير الزرعي وخلاص. المهم هادو النباتات دائما ينجحوا كي تتعتني بهم وتحبيهم سورتو. بالنسبه للاسمده واحد اخرين البنات، انا عندي هنا التلوى تاع القهوه، دائما التلوى كي نشربوا القهوه نرميوها بصح، انا دائما نخبيها في بواطه هكذا نعمرها، من بعد رايحه نخلطها مع التربه. وكي نعاود هذوك لي بلونط ديالي دائما في شهر مارس ولا في شهر ابريل، نعاود لي بلونط ديالي كامل، يعني نحي لهم الحاجه اللي فاسده، الحاجه اللي نربطها، والحاجه يعني نعاود المحبس واحد اخر، يعني كي يكون لا بلانط هكذا صغيره في المحبس الصغير نعاود له المحبس كبير، ونعاود ندير له التربه جديده. يعني هادو كامل يحبهم النباتات دائما في شهر الربيع، ولا عفوا في فصل الربيع، دائما في الربيع دائما انا نعاود النباتات ديالي، وفي الصيف ان شاء الله راح تلقاوهم بزاف بزاف شابين. هذه التلوى تاني بزاف هايله البنات، عندها فيتامينات بزاف هايله للتربه، تعاون التربه تاعكم تجيكم هايله. فوالا البنات، هادو يعني القشور اللي رحيتهم كما راكم تشوفون، نتوما تقدروا ترحيوهم يعني غبره اكثر من هكذا بصح، ولا رحيتوهم هكذا يعني ملاح تاني. انا رحيت التشينا، القشور تاع التشينا وتاع التفاح، ورحيت ثاني تاع البنان كما راكم تشوفوا، وعندي التلوى ديالي. درك رايحه تشوفوا مع بعض كيفاش نخلط هادو الاسمده الطبيعيه داخل التربه. يعني كما قلت لكم الاسمده هذه ما تشروها ما والو، غير الحاجه اللي تاكلوها، الحاجه اللي ترميوها ديروها للنباتات تاعكم بزاف هايله، وتعطي لكم بالنتيجه رائعه. هنا عندي التربه البنات، درت شويه الاسمده ديالي تاع القشور البنان والتفاح والتشينا،
ودرت ثاني شويه تلوى وخلطت كلش مع بعض وبديت نعمر في لي بو ديالي. الحاجه اللي نعمرهم عمرتهم، والحاجه اللي نحيت هذيك لا بلونط كي تكون صغيره نعاود لها المحبس نحيتها. هكذا البنات يعني كملت كامل لي بلونط ديالي ولا لي بو ديالي بهذه الطريقه. ميم البو اللي عندي في لاتيغاس تاع النعناع نحيته كاريمون، يعني بدلت له كامل التربه جديده، وكانت عجوزتي دخلت هكذا على غيله وتساعد فيا. هذه هي يعني كملت كلش كلش. ولي بلانت ديالي اللي مخصوصين تربه زدت لهم تربه، واللي تسحق يعني نربطها ربطها كما راكم تشوفوا هكذا باش تكون عندها الحيويه هذيك النبته وتبدا يعني طلع لكم يعني نباتات واحد اخرين فيها الحاجه يعني جديده كما راكم تشوفوا. يعني حاجه هادو كامل العنايه وهادو كامل النصائح لازم ديرهم باش تنجح معكم النباتات. لازم تحبي هاد النباتات باش تعطي لك النتيجه الرائعه. شوفوا كامل لي بو ديالي زدت لهم كامل التربه، يعني من تحت كان التيرو يعني درت له التيرو هذيك التربه الصناعيه، بصح هاد المره زدت لها يعني التربه الطبيعيه العاديه. هنا عمرت كامل لي بو ديالي بهذه الطريقه حتى خلصتهم كامل. الحاجه اللي تكون يابسه نحيتها، والحاجه اللي تسحق يعني نعاود يعني نغرسها عاودت غرستها ونحيت كامل. كيما هذه عاودت غرستها يعني نحيت كامل الحاجه اللي يابسه فيه. شوفوا البنات شحال نحيت يعني من النباتات كي يكونوا يابسين، هادو كامل مضرين للنباتات. يعني كي تنحيو هادو رايحه تنجح معكم النبته ديالكم، ما رايحاش يعني تخليو كامل هادو في النباتات تاعكم. دائما انا كل عام كل شهر مارس ولا افريل ندير هاد العمليه. فوالا البنات شوفوا يعني النباتات ديالي راهم معمرين كامل بالتربه، من بعد سقيتهم كامل بالماء يعني ما شاء الله. بقى لي غير نسيق لاتيغاس ديالي ونحكي كامل لاتيغاس، بصح ما شاركتش معكم التسياق في فيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله ولحيانا ربي. دائما تحبوا التحفيز وتحبوا يعني تكون نشيطين هكذا وعندكم الحيويه، دائما نتوما تقولوا لي نحبوا يعني كي نشوفوك هكذا بالطاقه الايجابيه وتعطي لنا الطاقه الايجابيه. الحاجه اللي مليحه دائما نتعاونوا في الطاقه الايجابيه ان شاء الله حبيباتي. شوفوا مام القذيفه البنات عاودت لها كامل يعني غرستها من ضرب جديد. كما عندي زوج انواع من القذيفه، عندي لا توماط سوغيس ثاني غرستها هنا في البو، من بعد راح نقلها من التحت يعني في الجنان التحت. والقارص ديالي مازال ما ضفتلوش شويه التربه خلاصت لي، من بعد راح نزيد في الجنان التحت ونطلع هكذا شويه تربه القارص تاعي باش تاخذ هذيك الحيويه. مام شجره تاع تشينا تاعي هذا العام راهي منوره الله يبارك، ان شاء الله رايحه هذا العام رايحه تخرج هذوك الحبيبات تاع تشينا، لانه العام اللي فات ما كانش، بصح هذا العام يعني نورت ان شاء الله هذا العام رايحه تنجح معنا. ودرك البنات رايحه نديكم معايا الجنان، واش يعني واش زرعت واش حصد. يعني الفيديو اللي فات درت لكم يعني كيفاش زرعنا كامل في الجنان، وهذه المره رايحه تشوفوا واش خرج كامل في الجنان تاعنا. ابقوا معنا رايحه تكملوا الفيديو وبيدوا المونتاج حبيباتي مع القصره مع جوستي وسلفتي ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم لا عجبكم لا فيديو بارطاجيوها من الحباب والاصدقاء هكذا باش تعوم الفائده ان شاء الله تفيدكم الفيديو لنا اليوم. والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. سلام. اخ تني شبعان تي تولا صح. اي اي يمكن الصغار ما يمكن كنوا نصب ليه نصب ليه نصب ليه بغيت عندك صغار صحيت اتي متى هاتي تخلفين اروع قيم اود اود دينا شويه تقيم ستين أود نوع هي نونو علي تاع فريد ناس تيثور وين ما الله يبارك.
طب دوني وساونيك لي ايوا ها وما داكش تدعنا راه ما زوسي فقا ترى سي فقا تزرب كساس دا غازو كساس دا غازو ماشي غاشتري ها من ثاني وساوني تشنطو بكتيكي إما البطاطا يتحمرت ترى تنقري تسهل تنقري تحمرت الصورة ماذا تنقرينا تنجح شرب كيف كيف غليها تينا ثرف في مانيس كيف كيم دو مود على يما ماشي خاطي خرت انت تي مانيس تي مانيس تي مارون تي زعما تنجحي متى تنجحت هو ما نتقرا زعما يا فانت غليها مسكينت أنا مسلمة على الزرعة لا رسو أقوك كسي أشو السريع لا من كان قلين وقلنا الرنتين ناس القص والله يبارك مغور دايم وني تكستي سنيخة دايم إيه أنت عندك رسو ورا ورا تزرد لا يبارك وليد السرق نفق ديما نسرقنا ما يدخلص قوية لا يبارك شربة فريك شربة فريك كاس القصب الله يبارك أمي شو كنا الزرع المعدنوس معدنوس في مغور اه واش تنوزة إما المعدنوس إذا وي مغور وي شوية وي وي وين تبغرايط لبس تحفة هادي وين ندير كندا من زو وين ندير لابد تخدم من مخنكم تشينا تشينا فنو والله يبارك نور كلش لالي كنت بدو تفاغ دي خير هاي ما يخط حمرتا شو؟ طيب لا يبارك اسقسة سواها خير اللي ندير مام لافوكا لابوكا دا نتنور خير اللي ندير منو؟ اه واه مي اسكيس يما تنور كثر اللي ندير الله يبارك ان شاء الله هتجد سكاسة اللي ندير تجات انت في داك انت كاع غنيتيك لوكا ماشي الزرع هذا لانكري لانكري ماشي كيما كاين اكلوا القيمه من كاين اه كاين كاين صافي الله ترقد صيما الناس بغيت شي الى البورط شحال تكسدت البطاطا جوج كيلو لا عتابة هي لك اللي تكسد جوج كيلو ما جوج كيلو تعال غرات الزوخه
عساف الله يبارك فيك. هكا كني كني باغامون تنجح معنا نعم كل شيء عسب حقه. كيف روحو؟ اللي غاسم بيا ربي كان الجاري العام ان شاء الله. لا ايه ما تستاليا ومن بعد ما القلصيك ميتي جاني خير جي غسيح مي تلاتي زوين هاد فرونسي تورا لو تاي كات سيزون تايني غاتشوف غد لي فلوغ وتشوف غد القرص وتجد القرص وتشوف غد لي فلوغ كين كان كات سيزون اتوني نجيك سوية نات سلطان داي فيري شبح داي فيري قرص ديسي دوي من نوع معدنوس ها بقدونس معدنوس كي سميت تعرف عندي انا ما ينجي بقدونس بقدونس الله ما نعرفش هكا حسينة تصدم تاك القصبة ها ماماي اين ناتشورال كان ناتشورال على ما غايمك زي كيما كيما كان ها زامي اه داكور كميتي الزلا اوكي